واحد يقول في المعمودية لبسنا الروح القدس فينا، فهل الروح القدس الجسد ام في الروح؟ ولو في الروح ودخل الخاتم النار هينزع منه؟ انا عايز اقول لك في فرق بين سكن الروح والاتحاد بالروح. الكتاب بيقول ألستم أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ ولكن ممكن روح الله يفارق الإنسان إذا مشي في الخطية. الحاجة اللي كان بيخاف منها داود النبي يقول له روحك القدوس لا تنزعه مني لأن خايف منك. وفعلا حدث دي مع شاول الملك، أخذ الروح القدس بالمسحة المقدسة من صموئيل النبي، وبعدين لما مشي في الغلط جه في صموئيل الأول الصح 16 آية 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديح من قبل الرب. يعني ممكن روح الله يسكن في واحد ممكن يفارقه. فبتقول الخاطئ لما يروح النار الروح يفارقه؟ لا، ده لازم يكون فارقه قبل كده وهو على الأرض قبل ما يموت. ثم الروح القدس اللي احنا ناخده مش بناخد نفس الروح القدس، بناخد نعمة الروح القدس. واللي فيكم يراجع التحليل بتاع صلاة الساعة الثالثة يقول له نشكرك يا رب لأنك أقمتنا في هذه الساعة المقدسة التي فيها أفضت نعمة روحك القدوس على تلاميذ الخواص القديسين. وبرضه بنطلب أن يعطينا نعمة روح القدوس وينقلنا إلى سيرة روحانية فنسعى بالروح وليس بالجسد. فهو مش بيتناعم، مش بيلبس أخنوم، ده بياخد نعمة من الروح القدس. وممكن النعمة تفارقه إذا هو استمر في الخطأ وبقى باستمرار يحزن الروح ويطفئ الروح ويقاوم الروح. وأخيرا التجديف على الروح القدس هو الانفصال عن الروح القدس إلى الأبد. بس تصحيحا للسؤال، الروح القدس مش بتقضي السر المعمودية، بتقضي في سر الميرون. وإلا يبقى معناها إيه سر الميرون؟